أخبار اليوم. دلوقتي هنجاوب على السؤال الثالث في الامتحان، النموذج الثاني اللي معاكم. ألف بيقول جسم كتلته 9 جرام موضوع على نضد أفقي أملس. خلي بالك بقى، في أفقي أملس، في خشن، في مائل أملس، في مائل خشن، خلي بالك من المعطيات اللي مدالك كويس. ومتصل بخيطين يمر كل منهما على بكرة صغيرة ملساء، يعني كده شكله. أدي الجسم ده كده بتسعة، أدي البكرة الأولى وأدي البكرة الثانية هنا. طبعا هنا بيبقى فيه شد، نفس الشد اللي هنا هو الشد اللي هنا، وهنا هيبقى شد ثاني اللي هو شين شرطة، غير الشد ده خالص، وهنا يبقى شد ثاني اللي هو شين شرطة. نشوف طب البكرة الأولى اتصل بيها جسم كتلته كام. فإذا علق جسم كتلته 25 جرام من أحد الخيطين، الخيط الأولاني ده كده اتعلق فيه جسم 25 جرام، والخيط الثاني اتعلق فيه 15. حاول تخليهم على نفس الاستقامة، ميبقاش واحد تحت وواحد فوق. اوجد عجلة الحركة، يعني معنى كده ان المجموعة اكيد هتتحرك لان ده اتقل من ده. نمسك الجسم الاولاني اللي هو 25، دي من المسائل المباشرة، لان ممكن يبقى فيه واحدة نضد خشن هيبقى فيه معامل احتكاك، انما دي مباشرة خالص، يا دوب تبقى انت حافظ القانون وبتطبق فيه. فالجسم الاولاني اللي هو 25 جرام هيبقى كاف جيم، اللي هي 25 في جيم، معرفش جيم، انا هو عايز جيم. طب ده نازل تحت يبقى كده اتجاهه كده، يبقى بيساوي كاف دال اللي هو الوزن 25. هنا الخطر لو عملنا 25 في 9.8 وانا شغال بالجرام، يبقى كده خلاص احنا شغالين بالجرام، يبقى العجلة بالسنتيمتر، يبقى هنا هتبقى في 980، ما اكتبهاش في 9.8. طب مين تاني اللي بيضايق الجسم؟ هيبقى اللي هو شين، دي المعادلة الاولى. في جسم تاني ابو تسعة ده، مين اللي بيحركه؟ ماشي في اتجاه الشد، وايه المقاومه بتاعته اللي بتضايقه؟ اللي هو شين شرطه. يبقى هقول له هنا 9 جيم بيساوي شين ناقص الشد الثاني، لان اتجاه الحركه كده، يبقى ده اقوى من ده، شين ناقص شين شرطه. دي المعادله الثانيه. المعادله الثالثه، الجسم طالع فوق، يبقى هقول له 15 جيم بيساوي، خلي بالك كلهم بيتحركوا مع بعض، يبقى كلهم ليهم نفس العجلة ونفس السرعة، يبقى 15 جيم بتساوي. طب ده بيتحرك ازاي؟ قلنا لفوق، يبقى شين شرطة هي اللي اقوى من الوزن بتاعه، يبقى ناقص 15 في 9.8 ولا في 980؟ يبقى في 980 كده. دول ثلاث معادلات، هقول بالجمع نجمعهم كلهم مع بعض، ال 25 وال 15 وال 9، يبقى على بعضيهم كلهم يتجمعوا، يبقى 49. 49 جيم الشين شرطه طارت، والشين اتبقى لي 25 في 980 ناقص 15 في 980، يبقى 10 في 980، هقسم على 49 فيها ال 20، يبقى عرفت العجله بتساوي 200. خلي بالك برضو احنا شغالين بالسنتيمتر على الثانية، يبقى سنتيمتر على الثانية تربيع، كده جبت العجلة. طب هو كان عايز ايه؟ بيقول اوجد عجلة تحرك المجموعة، هي دي عجلة تحرك المجموعة، يبقى كده جبنا العجلة. وتاخد بالك دايما تعلم بالقلم الرصاص الخفيف في فعل الامر، اوجد ادي عجلة الحركة واحدة، وبعدين والضغط، الضغط على كل من البكرتين. ممكن واحد يجيب الضغط على البكرة الاولى وينسى التانية، يبقى ضاع منه درجة او نص درجة خسارة.
ودلوقتي عايز الضغط على البكرتين، البكرة الأولى كانت كده، كان هنا شد وهنا شد، وعارفين الزاوية 90 درجة، يبقى الضغط معروف قانون. احنا قلنا هما ثلاث بكرات شكلهم واحدة بتبقى كده، اللي هي الضغط بيساوي 2 شين، وواحدة اللي هي الثانية اللي هي كده، اللي هي ضغط اللي بنتكلم فيها دلوقتي بتساوي جذر 2 شين. الله، يعني انا عايز اجيب شين. والتالتة اللي هي بتبقى المستوى المائل. خلي بالك لازم في الامتحان هتظهر يا اما الثلاثة يا اما اثنين يا اما واحدة من الثلاثة دول، الثلاث اشكال اللي هم زي كده دول، هيقول اوجد الضغط على محور البكرة، يا اما الشكل ده يا اما الشكل ده يا اما الشكل ده، يا اما هم الثلاثة ممكن يظهروا، ما نقدرش نقول عليها غلط ولا كده ولا كتير. طب الضغط قلنا بيساوي جذر 2 شين، طب وشين ان شاء الله اجيبها منين؟ ما احنا معانا اول معادله اللي هي كانت 25 جيم، المعادله الاولى مكتوبه معاكم 25 جيم. طب ما الجيم انا عرفتها بكام؟ ب 200 بتساوي، هو الجسم لما كان نازل كده كان بيساوي 25 في 980 اللي هو ده كاف دال ناقص شين. دلوقتي انا هجيب شين، هوديها بالموجب واجيب دي من هنا بالسالب، يبقى هتساوي 25 في، افتح قوس عشان اخد عامل مشترك، 25 يبقى 980 ناقص 200 اللي هي بتساوي 780 في 25. طب الشين دي كده بايه؟ يعني لما اقول شين هقول ايه، ثقل جرام ولا ثقل كيلو جرام ولا داين ولا نيوتن؟ احنا كنا شغالين بالجرامات، يبقى هنا هتبقى دي داين، احولها الى ثقل جرام، يبقى هقسم على 980، يبقى هعرف اجيب الضغط على البكره الاولى. الضغط على البكره الاولى ممكن احولها بالداين على كده اسيبها، وممكن اخليها ده الشين. يبقى الضغط بيساوي جذر 2 في الاجابه دي اللي هي طلعناها بالضاين، اللي هي هتطلع بتساوي 19500 جذر 2 ضاين. نشوف الضغط على البكرة الثانية. البكرة الثانية كان كده شكلها، كان هنا الجسم 15 وهنا الشد وهنا الشد، بس هنا كان شد غير اللي هناك خالص، انما نفس القانون لان الزاويه دي 90. هقول له الضغط المره دي اللي هو الضغط الثاني بيساوي جذر 2 مش شين، بقى هتبقى شين شرطه اللي هي بتاعه الشد الثاني اللي هنا. طب شين شرطه دي هجيبها منين؟ من القانون بتاع المعادله الثالثه اللي هو كان 15 جيم، اللي هي 15 جيم، انا مطلع جيم بكام؟ ب 200، يبقى 15 في 200 بيساوي، طب الجسم ده كان طالع لفوق قلنا عشان تبقى بتراجع معايا الكلام، يبقى بيساوي شين شرطه اللي هجيبها ناقص 15 في 980. يبقى هجيب شين شرطه هتساوي الكلام السالب ده هيروح من هناك بالموجب، يبقى بيساوي 15 عامل مشترك، وبعدين 200 زائد 980، الكلام ده كده بيطلع بالضاين. ممكن نسيبها له بالضاين، يبقى معنى كده ان الضاد الثاني اللي هو ضاد شرطه الضغط على البكره الثانيه بيساوي الاجابه دي اللي هي بالضاين، هي هتتضرب في جذر 2 اللي هي بتطلع 17700 بالاله معاكم، 17700 جذر 2 ضاين. دي كده الفقره الاولى من السؤال الثالث. بعد كده به اللي هي الفقرة الثانية من السؤال الثالث اللي بنحله، بيقول تتحرك كرة كتلتها 200 جرام في خط مستقيم على أرض أفقية بسرعة 10 متر على الثانية، فإذا اصطدمت هذه الكرة بحائط رأسي أملس، يعني ما فيش هنا أي حاجة، هترجع عمودية على اتجاه حركتها اللي هو المنظر ده، الكرة خبطت كده وهترتد كده، يبقى معنى كده ان اتجاه الحركة لو هنا موجب يبقى هنا سالب عكس الحركة تماما. نشوفه طالب ايه، وارتدت منه بسرعة 2 متر، يبقى هنا ادانا السرعة الابتدائية قبل ما تخبط، وبعدين ارتدت بسرعة 2 عكس الحركة، احسب مقدار التغير في كمية الحركة، واحسب ايضا الفقد في طاقة الحركة. يبقى هنا ربط طاقة الحركة اللي هو الجزء الاخير في المنهج مع
كمية الحركة اللي هو أول جزء في الديناميكا. طب نشوف الحل بتاع المسألة دي هيبقى شكله إيه. دايما يبقى القوانين في مخك جاهزة عشان تعرف تحل بيها المسألة وتحدد المسألة تبع أنهي درس. المسألة دي دخلت في كمية الحركة وطاقة الحركة. طب إيه قانون كمية الحركة؟ هو بيقول احسب مقدار التغير في كمية الحركة. القانون بتاعها إيه؟ التغير في كمية الحركة هيساوي القانون تحافظينه وعارفينه اللي هو كاف اللي هي الكتلة في السرعة الثانية عين اتنين ناقص عين واحد. طب هتساوي كاف بكام؟ قلنا الكتلة 200 جرام، ممكن احولها عشان الامتار اخليها له بالكيلو جرام، يبقى ال 200 تبقى 200 على 1000. وادي القوس. السرعه الثانيه هنعتبر السرعه الثانيه براحتنا، ممكن نخلي السرعه الثانيه هي اللي موجبه او هي اللي سالبه، انا اللي بختار الاتجاهات عشان اعرف احل المساله تبقى سهله. ناقص احنا خلينا دلوقتي الاتجاه الاولاني هو اللي كان سالب اللي كان كده، وده اللي هو ارتدت بسرعه 2، يعني ده اللي هو موجب، ودي كده كانت 10 متر، يبقى ال 10 هتبقى سالبه، يبقى معنى كده هيبقى سالب سالب 10. طب سالب في سالب بموجب، يعني معنى كده انها 12 ودي 2 من 10، يبقى في 12 تطلع بتساوي 2 و4 من 10. لازم اكتب له اللي هنا 2 و4 من 10 ايه؟ انا ضربت ايه في ايه؟ كاف بالجرام والعين بالمتر، يبقى الكاف خليناها بالكيلو جرام، يبقى اكتب له كيلو جرام اللي انا ضربتها في متر على الثانيه، كيلو جرام متر على الثانيه، يبقى الاجابه كده صحيحه ان شاء الله، ويبقى انت كده تمام خدت الدرجه بتاعتها. احسب مقدار التغير في كميه الحركه بتاعت الكره، ده جبناها، واحسب الفقد في طاقه الحركه. طب ايه القانون؟ برضو لازم يبقى القوانين الرئيسيه قوانين المنهج. احنا خدنا المنهج خدناه قوانين واضحه، الا اذا كانت مساله مثلا فيها فكره تبقى عايزه ربط قانونين ببعض، انما دي مساله صريحه المعطيات واضحه والمطلوب بتاعها واضح جدا، يبقى نصول الدرجات دي ان شاء الله ما تطرش منها ولا نص درجه بالنسبه لك. الفقد في طاقه الحركه، ما حدش يتلخبط بقى بين الفقد في طاقه الحركه والزياده في طاقه الحركه والتغير في طاقه الحركه. ناخد بالنا الفقد يعني حاجه كانت ايه وبقت ايه، يبقى هنا الفقد في طاقه الحركه ما اقولهوش طه 2 زي القانون اللي كلنا حافظينه بتاع التغير في طاقه الحركه. الفقد في طاقه الحركه القانون بتاعها اوعى تتلخبط فيه وتكتبه غلط، الفقد في طاقه الحركه بيساوي طه الاولى يعني كان ايه وبقى ايه، طه واحد ناقص طه اتنين. طب طه واحد اللي هي طاقة الحركة الأولانية، إيه قانون طاقة الحركة؟ اللي هو نص كافين تربيع، يبقى نص في الكاف عندك بكام كتلتها؟ 200، قلنا هنخليها 2 من 10 عشان تبقى كيلو جرام، في عين تربيع سرعتها بكام؟ 10، لو اتربعت تبقى في 100. دي طاقة الحركة الأولانية ناقص طاقة الحركة الثانية اللي هتبقى نص في 2 من 10، ودي بقت بكام قلنا؟ 2، يبقى لو اتربعت تبقى 4، يبقى معنى كده دي هتبقى 10 ناقص 4 من 10 تطلع بتساوي 6 من 10. لو حد سابها كده يبقى الاصول بقى ياخد باله ان هو ما يسيبهاش، لانه ممكن ينقص، لازم يكتب هو عمل ايه، الاجابه دي تبقى ايه. احنا دلوقتي بنتكلم في طاقه الحركه، طاقه الحركه ينفع تكتبها له هي اصلا وحدات شغل، يبقى هتبقى جول، لان احنا ضربنا كيلو متر، ضربنا السرعه نص كاف اللي هي كيلو جرام في متر على الثانيه، وبعدين ربعنا دول وربعنا دول، يبقى 6 من 10 جول. في مساله في كتاب الوزاره بيقول وبين ماذا حدث للطاقه المفقوده. نفترض جه سؤال زي كده وفي الاخر طلب حته صغيره قال وبين ماذا حدث للطاقه المفقوده. طب هو انا ما عنديش قانون اعرف بيه احل حاجه زي كده، ما خدناهاش، بس سؤال موجود في كتاب الوزاره عشان لو جه ما حدش يقول ده جايبه منين.
بين ماذا حدث للطاقة المفقودة. الطاقة المفقودة معروف ان هي بتحول، يبقى حولت الى صورة اخرى من صور الطاقة سواء حرارية او كهربية او مغناطيسية. ده اجابة السؤال ده لو ظهر يعني حاجة زي كده في الامتحان، نبقى احنا عارفينه ان شاء الله. دي كده اجابة السؤال الثالث خلصت.